فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثابكم الله، ما حكم الدخول في شركة براتب من دون العمل في الشركة بحجة السعودة؟ ما يجوز هذا، هذه حيلة وكذب، هذه حيلة وكذب على النظام، هذا من أخذ أكل المال بالباطل بدون عمل، هذا أكل المال بغير حق. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.